تتجوزيني يا داليا؟ بس قولي الأول، أنت بتحبني؟ أنا بحبك قوي قوي يا دودي. أنا في حاجة عايز أقولها لك. أنت علي يا ابني، نسبت أكبر وأخطر إمبراطورية إجرامية في تاريخ البلد. مين ده؟ ده بابا بتاعي أنا. أبوك أبوكي؟ أبوك أبوكي؟ أبوها أبوها داود الشنش. عطوة، هات الزنبوقة بقى علشان نحتفل بالعريس. زنبوقة؟ زنبوقة إيه؟ اجري وراه. أحب أبشر حضرتك إن ليلتك ليلة سودة. عارف أنا سموني علي الثلاثي ليه؟ عشان ثلاث حاجات: لا رحمة، لا هوادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أخلف عيال كتيرة أوي 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 أوي. مش عايزكوا تشيلوا عينكم من عليه. أنا عايزك تاخد لي سيف في وسط المكان، معزمهم نص ومعزمنا نص. ما تخافش يا حبيبي، أنت أبو طارية. منور أبو طارية. أنا مش عايز أموت، أنا في حاجات لسه ما عملتهاش كتير. يا خفوفة. وانت ابوك جون ويك ده؟ دي بصراحة بقى علي وانا كاننا مش متجوزين. والمصحف هي انا؟ اوعى ايدك ما تلمسنيش. ركز معايا بقى ابو نسب علشان عايزين نوديك حتة امان. انت هتعمل، انت هتعشره. طول ما الحمار ساكت العرباجي بيزود الحمولة. يعني احنا عرباجي؟ يعني انا اللي حمار يا طنط؟ بس انت تعالى معايا. حاضر يا معلم. تأمين لي الباب اللي ورا. وانا معلم. انت مالكش لازم. هو ده جوز بنتك؟ منعول ابو دي جوازه. شهر عسل ما يتنسيش.